كان عاوز ربيع وحشني، ربيع وحشني والله. الياباني ضدك يعني. انا اقول لك ايه بس، لان السبب كان عاوز يروح الاولمبيات من غيري. ده انا كابتن شريف، ما انا فكرته فشربني شويه. لا ما شاء الله كنتوا عاملين جبهه. بس ده ما ينفعش حبيبي يعني، ما ينفعش ما تلعبوش. كابتن شريف طبعا منور الدنيا يعني. كابتن ربيع، ابرز الايجابيات النهارده قبل ما اقول لك على السلبيات، لان احنا لازم برضو نطلع بسلبيات، ما ينفعش نطلع الحاله كده، لازم نطلع بسلبيات. ما هيبقى في سلبيات بس مش كتيره، لان الوضع يعني الوضع الفني النهارده رائع، كل الطلب النهارده موجود. احنا قلنا الاهلي سجل هدف في اول شوط، سجل في اول دقيقتين ثلاثه، يعني مفيش امتع ولا افضل. عشان قلنا النادي الاهلي في حد. طب رحب بكابتن مصطفى يونس بقى. يا كابتن مصطفى حبيبي يا شيخ ربيع، كابتن مصر والنادي الاهلي، كابتن مصطفى منور والف مبروك يا كابتن. يا ولد حبيبي يا حموده، انت قلت ايه قبل الماتش يا كابتن مصطفى؟ قلت ايه قبل الماتش؟ انا قلت ان يا شير يا حبيبي، قلت هنكسب. انا كنت قلت ايه تاني؟ قول الفنيات، احنا هنا قطعنا الفنيات. هنا انت قلت ايه؟ احنا عايزين نعرف انت قلت ايه الفنيات. طب اسمع يا طب استنى ثواني يا كابتن مصطفى بقى. قلت ايه عشان انت من الناس الاول واحد شال الكاس ده؟ قلت ايه يعني؟ ثواني يا كابتن شريف، انا سبت طبعا كابتن ربيع وكابتن شريف وكابتن اسامه رحبوا بيك. انا مصطفى، ازيك يا كابتن مصطفى؟ انت مرحب بيك لسه. انا كنت انت اللي باصين لنا مصطفى، رحبوا بيه بكمباور الكره المصريه كابتن مصطفى يونس، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا شباب منورين، وكل سنه وانتم طيبين، ومبروك لمصر كلها فرحه في وسط الاحزان اللي احنا عايشينها. اكيد يعني دي دايما النادي الاهلي، ودي قيمه النادي الاهلي اللي بيعمل مسحه فرحه للشعب المصري في عز احزاننا. لكن ده مش هينسينا شهدائنا طبعا يعني. اكيد يا كابتن. لكن لازم نقول ان الكبير كبير. حلو. لازم نقول ان الكبير كبير رغم عن عينين اي حد يقول اي حاجه غير كده. لكن لازم نهني جهازنا الفني، لازم نهني حسام البدري اللي كانت في ناس معترضه كتير جدا على اظهاره، وان هو عارف هو بيلعب مين. وانا قلت، كنت عندي برنامج في الاذاعه امبارح، وقلت اظهاره هيبقى من هدافين الدوري المصري. والحمد لله ما خزنش، جاب 3 اجوان. التغييرات كلها النهارده محترمه الحقيقه. حسام عمل شغل كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت ديت. اللعيبه من بعد ماتش اللي كان هناك، ماتش النجم الساحلي هناك، فطبعا يعني النتيجه مش متوقعه. خلينا نتكلم بصراحه، ما نبقاش بالظبط. لا لا لا، احنا قلنا يا كابتن مصطفى، احنا قلنا النتيجه غير متوقعه. طب حضرتك شفت النتيجه؟ انا كنت اسالك السؤال ده لان سالته لضيوفي، يعني النتيجه 6-2 غير متوقعه تماما. حضرتك شفت غير التوقع ده كان ايه؟ يعني 6-2 جم ازاي؟ انا حتى قلت امبارح احنا اي 11 هنكسب. حلو. لكن انا ما كنتش متوقع السته، نكسب 2 نكسب 3، لكن السته طبعا مش هنكذب على بعض. لكن الاستغلال الفرص دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. التحركات النهارده، التوقيت الباص مهم جدا جدا. يعني يعني لو كان في دقه شويه، التوفيق الكبير طبعا. التوفيق ده عند ربنا، ده اساسي. وانا شفتك بتتكلم قبل المباراه على حسام البدري، الحقيقه بتقول يعني انك انت مع حسام البدري كلنا حاطين ايدينا في ميه دلوقتي. حسام هو اللي موجود على خط النار، وهو انا شفتك وانت بتقول ده يلعب ده ليه ويقعد ده ليه. اللي يلعب اسئله خلاص عفى عليها الدم. بقينا كلنا جماهير وفنيين ولاعيبه وكلنا بالظبط. في مدير فني عايش مع اللعيبه وعارف امكانيات لعيبته وعارف مين هيعمل ايه، والسيناريو موجود عنده. يا جماعه لازم نغير اسلوبنا في التحليل وكيلو وفي الاسئله كمان يا شيخ عبد الرحمن. اكيد 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 يا كابتن، معاكم نجوم قد الدنيا، لكن هي دي قيمه النادي الاهلي يا جماعه. بعدين انا الاهم من ده اللي ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، ده شيء مؤسف، وانا كتبت ورديت عليه، ان مش النادي الاهلي اللي يبيع، ومش اي حد يبيع نفسه. عارف يا كابتن مصطفى، عارف يا كابتن مصطفى، من تفاهه اللي كاتب او من تفاهه الخبر احنا ما علقناش عليه بصراحه. يعني حضرتك اول، لا لازم نعلق، لان مصر كلها كلمتني. اصل يا كابتن، اصل عمرها ما حصلت ولا هتحصل، والنادي الاهلي ولا معروف ولا هتحصل يا بيه. يعني انا قلت قبل كده برضه في حديث سابق، صالح سليم يوم ما خسرنا يا شريف، فاكر يا ربيع؟ ايوه يا كابتن. خسرنا من الزمالك 2-0 وكان ساب مجلس الاداره. ايوه يوم اطردت انا، صح؟ بس يوم انت ما اطردت، ها؟ كده لقينا صالح سليم اتنين في الاوضه، مسح بكرامتنا الارض. انتوا بتختاروا عشان تقولوا عشان صالح سليم؟ فمش النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي. وانا كتبت في البوست اللي انا كتبته، لعيبه النادي الاهلي زي القوات المسلحه، الولاء والانتماء للوطن. فبالتالي لعيبه النادي الاهلي الولاء والانتماء. اكيد يا كابتن، اتربينا على كده يا كابتن. اكيد يا كابتن، اكيد. احنا مش عايزين نضيع فرحتنا يا كابتن على، يعني عايزين نخلينا في الفرحه بتاعتنا. انا عارف اكيد طبعا، لازم نوضح للناس. اكيد ده ما يتكتبش على النادي الاهلي، مش لعيبتنا اللي تعمل ده، ولا مسؤولين ايا كان نختلف نتفق معاهم.
شفت الدفاع النهارده ازاي بقى بصفتك وزير الدفاع الاهلاوي؟ لا انا بس زعلان من الجول اللي جم. خلينا نتكلم بصراحه، المفروض ما تجيش مساحه للشوط من بره ال 18. يعني 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 المفروض نقفل، لكن احنا برضو حته طمانينه وسته والكلام ده يا جماعه، يعني احنا كنا لعيبه كوره وعارفين فكتنا شويه يعني لحد بتفك شويه. لكن عندي بقى نتعود يبقى عندنا اسلوب لعب خلال ال 90 دقيقه. انا كسبان 3، كسبان 4، كسبان 5، لكن 6-1 دي كان انا كان نفسي يخلص 6-1 برضه يا كابتن. ما مش بيبو وبشير لازم تدي حته كده. اما لازم طبعا كابتن بتبارك لجمهور النادي الاهلي، بتبارك لكاتب النادي، بتبارك لمجلس الاداره، بنبارك للجمهور العظيم اللي وقف جنب فرقته وجنب ناديه. اكيد وان شاء الله الموضوع لسه ما خلصش، في جوله اخرى على النهائي عشان استعاد الشعب المصري واللعب تاني مره تانيه بعد الاسطوره زي ما بيسموه مانويل جوزيه والنجوم الكبار بوتريكا وبركات ووائل ونجومنا الكبار دول، ونلعب كاس عالم الانديه ان شاء الله باذن الله. كابتن مصطفى يونس نجم مصر نجم النادي الاهلي، الف شكر على مداخلتك الجميله وعلى النقاط اللي حضرتك اتكلمت فيها. اتفضل ربيع تاني. تاني ربيع لا كابتن ربيع اثنين على واحد بصراحه. لا انا كل ما اجي اتكلم ادخل مكالمه. اتفضل يا كابتن ربيع لما حضرتك تقول لي خلاص. اتفضل يا كابتن ربيع. انت الشيل بتاعنا يا ربيع، انت هو ضربش نفوتك يعني. ويوم يعني مش عايزين نقعد نتكلم بقى في الفنيات قوي، هنتكلم فيها اكيد، لكن احنا فرحانين. اه بصراحه يعني فرحه كنا محتاجينها، فرحه كبيره بجد الموقف اللي حصل. اه طبعا وثقه كبيره للاعبين يا كابتن ربيع. طبعا يا كابتن احنا قلنا بفضل الله تعالى الاهلي ما يتخافش عليه يا كابتن شريف، لانه بتتكلم بفضل الله ثم بالثقه، لان احنا عايشين في قلب النادي الاهلي، في احداثه، في ادارياته، في فنياته، في قدراته، في لاعبيه، بادارته، بمدربين، عارفين ايه